وقبل ما ابدا كلامي اصلي على النبي الغالي صاحب المقام العالي واللي محدش وصل زيه للعلالي. بكل لغات العالم بنحبك يا غالي يا رسول الله يا عالي، وبكل كلام الدنيا بنحبك يا حبيب الله. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. مولاي صلي وسلم وبارك دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسولا، يا سير الكونين يا علم الهدى. هذا المتيم، هذا المتيم في حماك نزيل. بأبي أنت وأمي يا خير خلق الله ويا خير الورى. يا رسول الله صدق محبة منك إليك فاقت محبة كل الأشياء على الثرى. نفديك بالأرواح وهي رخيصة. محمد زينة الدنيا وبهجتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، فصل اللهم وسلم وبارك عليك يا سيد البشر. وفي آية معجزة، لأن القرآن يتحدث إنه كلام الله إلى يوم الساعة، هذه الآية تتحدث اليوم وتتحدث غدا. تحدث عنها فضيلة الإمام الطيب الشريف بن الشريف لما قال قول الحق: إنا كفيناك المستهزئين. فالكفاية من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالدفاع عن سيدنا محمد حياً كان أو ميتاً. طبت حياً وميتاً يا رسول الله، إن كفيناك المستهزئين. علشان كده الرسالة النهاردة كانت عظيمة في ذكرى نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد الذي تركنا على المحاجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتناساها إلا ضال. في الذكرى دي، في ذكرى مولد الحبيب، عاوزين يوجعونا شوية، عايزين يقرصوا فينا شوية. بس النهاردة طلع لهم سباع رجال وردوا عليهم. الرئيس بنفسه رد، عايز أقول رد، يعني ربنا يبارك له فيه، كان ردا حكيما. ومحدش يقول لي أنت بتطبل عشان عيب، عشان أنا بتكلم على حضرة سيدنا النبي. الرئيس النهاردة رد وقال: الشريعة الإسلامية علمتنا التسامح وما علمتناش نهدم، وعلمتنا الاحترام،
وقال لهم كده باللفظ في رسالة واضحة: انتم ليكم حرية التعبير ونحن نقر لكم بديانتكم، مفيش مشكلة، الإسلام كده وسيدنا النبي كده، بس خلي بالكم، هو قال لهم كده، ليكم حرية التعبير بس عند الإساءة لمقدساتنا، للمستوى الرفيع لسيدنا النبي لا، هنا تقف، هنا نقول لك عيب، هنا نقول لك احترم نفسك، هنا نقول لك هنغضب، هنا نقول لك احنا زعلانين منك وعيب عليك. حرية التعبير تقف عند المقدسات. والسيادة الرئيس قال برضو كلمة خطيرة جدا، قال لك اللي علمنا التسامح سيدنا النبي، اللي أرصى دعائم السلام في البشرية سيدنا النبي، أحسن واحد تعامل مع الناس، أحسن واحد تعامل مع غير المسلمين سيدنا النبي، أحسن واحد كان خلقا سيدنا النبي، أحسن واحد أدبا سيدنا النبي، أحسن واحد في الدنيا سيدنا النبي. وقال سيادة الرئيس: كفانا كفاكم إيذاء لنا. كلمة جامدة قوي، كلمة جميلة معبرة. مليار وخمسمائة مليون مسلم في العالم، ليه نجرح مشاعرهم؟ ليه نؤذيهم؟ مش حرية التعبير دي؟ حرية التعبير براحتك، ليك كل الميول وكل ما تريد، لا إكراه في الدين، بس خلي بالك في حاجة اسمها المقدسات، حرمة سيدنا النبي، حرمة المقدسات، إياكم أن تقتربوا من هذه المقدسات. وقال لهم: كفى إيذاء لنا. أنا بشكر سيادة الرئيس الجميل على الكلمة الجميلة المعبرة التي سمعت في أرجاء العالم كله. الكلمة دي اتسمعت في كل الدنيا النهاردة: كفى إيذاء لنا، كفى إيذاء لنا، ما تجرحوش مشاعرنا، اوعوا تسيئوا لينا. ومن ضمن الكلام قال إن إتقان الأعمال مهم جدا، لأن اللي علمه لنا سيدنا النبي. اتكلمت معاكم شوية، يا ريت الأستاذ وليد يسمعنا كلمة، جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمة واضحة ومعبرة، قال لك احنا معانا اخواتنا، طبعا الرئيس يقصد السوريين وغيرهم اللي هم موجودين معانا، بنحترمهم ونقدرهم ونجلهم، احنا ما عندناش ابدا ابدا تمييز ولا تنمر، حتى وان حدث هتبقى اخطاء شخصيه، هتبقى حاجات بسيطه وشخصيه. وفي رساله برضو كده سريعه من سياده الرئيس قبل ما ناخد المكالمه اللي معانا: احترام الاخرين حتى لو الاخرين دول لم يحترموك. معانا مين؟ معانا اتصال من مين؟ الدكتور عيد. طيب الدكتور عيد خليفه معانا؟ ايوه. السلام عليكم يا دكتور. ايوه. الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. يا ريت الاعداد يعللنا الصوت شويه. الله يبارك في حضرتك. مستشار وائل معانا؟ يا دكتور عيد ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الف مبروك للجائزه الجميله التي تستحقها يعني. الله يبارك في حضرتك. يا ريت الاستاذ وليد يعرض لنا فيديو سيادة الرئيس كان بيعطي جائزة للدكتور عيد خليفة النهاردة. أيوة. كمل يا ريت الفيديو الصوت، بس الصوت. دكتور عيد علي خليفة حسن، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يتسلمها عنه دكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. حضرتك تستحق كل خير إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي يعني على قدر العمل والجهد. أنت عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح، فدي يعني جايزة مشرفة من الدولة من الدرجة الأولى يعني. وعلمت أن حضرتك مريض، فألف مليون سلامة على حضرتك. الله يسلمك يا رب، شفاء عاجلا إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. وألف مليون سلامة لحضرتك. الله يسلمك يا مولاي. يا ريت حضرتك تقول لنا إيه مناسبة الجايزة اللي خدتها من سيادة الرئيس وتسلمها الدكتور هشام النهاردة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية يعني أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير والإرسال بالأمير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا التكريم، يعني الذي يعد وساما أو وسام شرف على صدورنا جميعا. المناسبة الحقيقة العمد الفقير رشح من قبل معالي وزير الأوقاف لهذا التكريم، فيعني أتقدم له أيضا بخالص الشكر والتقدير والإحسان. والحقيقة أنه تكريم فخامة رئيس الجمهورية للعبد الفقير ولمجموعة من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، يا ريت الصوت يعني يا أستاذ وليد يعلى شوية، يمثل ثقة ويعكس ثقة سيادة الرئيس في هذه المؤسسة العريقة، وثقة في الأشخاص المقربين بأنهم يعني قادرون على مواكبة العصر بخطاب ديني مستنير يواكب العصر ويعني متطلبات الشباب في هذه الفترة التي نمر بها الوطن والتي تمر بها الأمة الإسلامية في الداخل والخارج. تمام معاك يا دكتور. اتفضل اتفضل زوين. مع حضرتك، سامع حضرتك. طبعا يعني الكلمات التي سمعناها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة الإمام، نعم، كانت كلمات يا دكتور معبرة ومؤثرة جدا. ومن فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر ومن معالي وزير الأوقاف، كلمات معبرة بصراحة. أنا أعتقد أن هي ردت على ما يحدث في العالم. طبعا الحقيقة يعني الكلمات كلها يعني جاءت معبرة عن ضمير الأمة وعما يجيش في صدور الأمة. تمام. وأراحتنا جميعا. وأكدت على قيم الاحترام، احترام الآخر أيا كان هذا الآخر. نعم. فنحن أصحاب دين يحترم الآخر. الله. فنحن نؤمن بجميع الرسل. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من الرسل. ليس هناك مسلم على وجه الأرض يستطيع أو يسمح له ضميره أن يسيء لأحد من أهل الأديان أيا كان، لأننا نحترم الآخر أيا كان دينه أيا كانت ملته. فالله سبحانه وتعالى يعني يأمرنا أن نتعايش بالسلم والسلام والأمن والأمان مع جميع طوائف المجتمع. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني نحن دي أهل دين يعني يحترم الآخر، يحترم الآخر أيا كان هذا الآخر.
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى العطرة كان له غلام يهودي يخدمه، فلما تغيب عنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فوجده مريضا، فقال له يعني وهو على فراش الموت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة أشفع لك بها عند ربي. فنظر الغلام إلى أبيه إلى والده فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فهذا نموذج يعني معبر يعني في يعني احترام الآخر وعدم الإساءة إليه. يعني كلمات الحقيقة كلمة الرئيس السيسي وكلمة فضيلة الإمام الأكبر وكلمة الدكتور محمد مختار جمعة، يعني كل هذه الكلمات يعني جاءت معبرة ويعني جاءت تؤكد على أن المسلم لا بد له أن يكون على يعني كل القيم التي يمثلها الإسلام. صحيح. ولفت نظرنا جميعا كلمة السيد الرئيس السيسي وهو بيقول: لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تأدب بأدبه. صحيح. لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لنا اعمل كعمله، يعني كأنه يريد أن يقول ليس من المناسب يعني أن احنا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتنا فقط، لا، المدعون كثر، يعني كل واحد مننا يستطيع أن هو يقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي بيحب حب صحيح وحب حقيقي يعمل بعمل المحبوب. صحيح. يعني بيقول لنا لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أتقن عملك. صحيح. لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما يكونش في قلبك حقد ولا حسد ولا غل على أحد من الناس. صحيح. تعايش بسلام وأمان، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من المعقول وليس من المنطقي أن نركز على السنن التي يعني يسمونها الهدي الظاهري من اللحية والثياب البيضاء. أيوة. والسواك، مع أن هذا جميل يعني جميل ليس فيه يعني ما يشينه، لكن لابد أن نركز على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، المعاملات، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن استطعت أن تصبح وأن تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم يقول: يا بني وهذا من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني. نعم. يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيركز على إيه في السنة. ما بيقولوش إن استطعت أن تلبس الثياب الأبيض، إن استطعت أن تتسوك. للأسف لا. يعني مع أن هذا جميل. هذا جميل ولا يعني ينكر ثوابه. لثواني كده يا دكتور عيد. نعم. حضرتك هم فعلا حبوا يختصروا الدين في الشكل الظاهري، هي دي المشكلة. هي دي المشكلة الكبيرة. لا، إحنا بنقول لهم في هذه الذكرى العاطرة إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مدحه الله تعالى مدحه الله عز وجل بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. يا دكتور عيد. نعم. ممكن تخليك معايا ونسمع مع بعض كلمة الإمام الطيب. طيب اتفضل يا فندم، اتفضل وحضرتك معانا. الإمام الطيب يا جماعة، الإمام الطيب قال كلمة النهاردة برضو جميلة 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 مع سيادة الرئيس، معبرة، والكلمة فيها يعني عارف حضرتك كده إيه، يعني تحس كده إن هو بيرسم الكلمات قبل أن يشير إلى أمر معين. يعني يقول لك إيه: الكيل بمكيالين. نعم. الكلمة جاهزة يا أستاذ وليد؟ نتفضل. تفضل معاك. ما أرسل به من عند الله لبقيت الإنسانية كما كانت قبل بعثته في ظلام دامس
وفي ضلال مبين إلى يوم القيامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن هو النور الذي يبدد الله به ظلمات الشكوك والأوهام. يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي جاءكم من الله نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن الكريم. وكما سماه الله نورا سماه سراجا منيرا، وخاطبه به خطابا مباشرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المرسلة من الله للعالمين أجمع، مؤمنهم وكافرهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما كان يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. الحفل الكريم، هذا قليل من كثير مما قدمه للعالم صاحب هذه الذكرى العطرة، وأنقذ به الأمم والشعوب، وصحح به التواءات الحضارات وعجاجاتها، وهو ما يجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي، والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غال ونفيس. واعلموا إسلامي، هذه البذاءات التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نحن إن نفعل ذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل. كما أننا ندعو المواطنين المسلمين في الدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات، والذي يحفظ عليهم هوياتهم الدينية والثقافية، ويحول دون انجرارهم وراء استفزازات اليمين المتطرف. دكتور عيد معايا؟ مع حضرتك يا استاذ. سمعت الكلمة الجميلة دي؟ نعم نعم نعم، ما شاء أنا الله. أنا يعني أنا معجب طبعا بكلمة الرئيس وكلمة فضيلة الإمام. كلام خطير جدا، هذه الكلمة في غاية الخطورة، ورسائل يعني موجهة فعلا جمعت. حسب معلوماتي أن فضيلة الإمام كونوا فريق قانوني محترم، وسوف يقوم برفع الأمر أمميا عشان نعم. تصدر تشريعات تحمي حقوق المسلمين في العالم، تشريعات على مستوى العالم. إيه رأي حضرتك في الكلام الجميل ده؟ والله هذه الكلمة يعني جمعت فأوعت، يعني نعم. تحدث الإمام الأكبر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نور، ولولاه أو لولا بعثته صلى الله عليه وسلم لعاشت الإنسانية في ظلام، يعني في ظلام دامس نعم. إلى الآن وإلى يوم القيامة. صحيح، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوحي الله عز وجل. نعم. يعني إذا كنا يعني الجانب الكوني، العلوم الكونية، ربنا سبحانه وتعالى يعني أودعها في الكون وأمرنا بالنظر في الكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نحن مأمورون أن ننظر في الكون لنكتشف. فالجانب الكوني أو جانب العلوم الكونية والتطبيقية، يعني هذا مودع في الكون، لكن جانب العلوم الاجتماعية والتشريعات، جانب التشريعات
هذا ليس مودعا في الكون، وإنما لابد صحيح. فيه من وحي من عند الله عز وجل. خذ العفو وأمر بالعرف. فلذلك الجانب الاجتماعي ربنا سبحانه وتعالى أرسل به الرسل صحيح. فكل رسول جاء إلى قومه كان يأمرهم بالقيم والأخلاق والأحكام الشرعية، يشرع لهم الشرائع بعد أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به شيئا. دكتور عيد، حضرتك يعني بصراحة لازم إن شاء الله يبقى لنا لقاء هنا في الأستوديو بإذن الله مع حضرتك، عشان يعني نحتفل بيك برضو، يعني زي ما احتفل بيك سيادة الرئيس وأهداك الجائزة الجميلة دي والدولة أهدتها لك. أنا بشكر حضرتك على الهوى، على مداخلتك الجميلة اللي ما دخلتش علينا من علمك وما دخلتش علينا بالكلام، وتكون بالرغم من تعبك وبالرغم من يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفيك ويعافيك إن شاء الله شفاء عاجلا. اللهم آمين. شكر لحضرتك دكتور عيد. شكرا جزيلا أستاذ وائل وللمشاهدين الكرام. شكر لذوق حضرتك. شكر يا فندم. طيب، كلمة سيادة فضيلة الإمام الأكبر فيها نقط، أنا بصراحة برضو عايز أخد معاكم كده سريعا نقط مهمة جدا. ما ينفعش الكلب مكيالين. إزاي أنا أمسك ناحية إيد وأقول حرية التعبير والمناداة بالحضارة والمناداة بالنور والمناداة بحرية التعبير والحرية، واجي في الناحية التانية بتاع ده أسيء إلى 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 مليار وخمسمائة مليون، أسيء إليهم في مين؟ في مقدساتهم سيدنا النبي. ما ينفعش، دي مش حرية تعبير. لذلك في كلمة خطيرة أنا يعني قرأتها النهاردة، بيقولوا إن وزير خارجية فنلندا اسمه بيكا فاتسو بيقول إيه بقى؟ بيكا مافيستو وزير خارجية فنلندا بيقول إيه بقى؟ وزير خارجية فنلندا بيقول لك لم أعد أفهم شيء. هو بيؤكد على نفس الكلام اللي قاله فضيلة الإمام النهاردة أهو، بيقول إيه بقى؟ لم أعد أفهم شيئا. عندما نسخر من السود اللي هم أصحاب البشرة السوداء يسمى عنصرية، وعندما نسخر من اليهود تسمى معاداة سامية، ولما نسخر من النساء يبقى دي معاداة ضد الجنس، ولما نسخر من المسلمين تبقى حرية تعبير. الراجل بيقول لكم أنا هتجنن منكم، إزاي نقول إن دي حرية تعبير؟ أنتوا بتألفوا على مزاجكم، كل حاجة بتقننوها بطريقتكم. لذلك أنا بقول يعني بدعو من أساء إلى النبي أن يعود إلى رشده، أن يعود إلى رشده ويعتذر، ولما تعتذر هنشيلك فوق دماغنا وهنقبل اعتذارك. ليه؟ لأن ده حضرة سيدنا النبي اللي هو أعظم مخلوق في الكون كله، الدنيا كلها اتخلقت علشان خاطره وانت مش فاهم حاجة، عشان زي ما قال فضيلة الإمام، قال كلمة خطيرة جدا، بيقولك علشان أصوات انتخابية وأمور سياسية أسيء إلى مقدسات المسلمين. عيب عيب يا جماعة. وكان برضو رد سيادة الرئيس كان رد جميل جدا، ما ينفعش الكلب مكيالين يا جماعة، دي مسألة في غاية الخطورة لازم ننتبه ليها. لذلك برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني إقرار تشريعات، ده كلام جميل جدا، كلام فعلا هو ده الكلام العملي، نشتغل مع الناس دي اللي بتسيء دي، نشتغل معهم أمميا ودوليا وقانونيا، هو ده الصح، يتعمل فريق قوي من القانونيين المؤهلين الدوليين، ونساعد على تفعيل تشريعات دولية تعاقب. خلي بالك لما يكون في تشريع بمعاقبة أي واحد يسيء لأي مقدس من مقدسات أي ديانة، مش شرط الإسلام بس، لأن الحفاظ على المقدسات في جميع الأديان ده الطبيعي. آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه ورسله وكتبه. يعني الإيمان المسلمين بطبيعتهم بيؤمنوا بجميع الرسل والأنبياء، ما فيش أفضلية إلا للمعصوم سيدنا النبي، هو على رأس القائمة ووصل إلى العلالي، وصل إلى أفضل حاجة في الكون كله، واقترب من حضرة وجلال وكمال رب العزة سبحانه وتعالى. أنا أؤيد موضوع تفعيل وعمل تشريعات تعاقب كل من يسيء إلى المسلمين، الكلام ده مهم جدا يا جماعة. طيب في حاجة تالتة فضلت الإمام قالها وعجبتني قوي، وفعلا ده الكلام الصح، خلي بالك بقى، خد معايا الجزئية الجميلة اللي جاية دي. الأزهر الشريف أطلق منصة على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم للتعريف بالنبي محمد. الله، هو ده الصح. ما انت لازم بقى، انت دلوقتي في حرب مثلا، في حرب بطريقه معينه او اساءه الى حضره سيدنا النبي او الى مقدسات ومعتقدات المسلمين، يقول لك دول متطرفين. يا ابني الاسلام مش كده، الاسلام هو السلام، الاسلام هو المحبه، الاسلام هو الحب والالفه، هو ده الاسلام. مفيش حاجه اسمها اصل ده ارهابي فمسلم ارهابي، عيب الكلام ده، مفيش كده، مفيش حاجه اسمها كده. طب ما هو لما الرجل الكندي ده، ولا اللي في كندا ده، ولا في حد يفتكر معايا، اللي دخل على المسلمين وموتهم في المسجد، ما كانش مسلم في كندا، كان مش مسلم، دخل موتهم في المسجد. طب ما ده مش ارهابي؟ اشمعنى ده ما اتقالش عليه ارهابي؟ اتقال عليه في الاخر ده مجنون. لذلك انا عايز اقول لك، هم كل واحد يالف له تاليفه بيشكل الموضوع على مجاله، يقول له العلبة دي فيها ايه؟ يقول له العلبة دي فيها فيل، وهو ما فيش فيل، دي علبة قد كده. فانت ما تألفش بمزاجك وتقنن المواضيع بمزاجك، المواضيع واضحة والناس فاهمة. وعاوز أبشركم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الموضوع جميل. عارف الإساءة دي إيه اللي خلى، إيه اللي حصل؟ بيقولك على بح على 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 البحث على جوجل رقم واحد سيدنا النبي. معانا الو الو الدكتور الشيخ اشرف عبد الجواد. ايوه يا فندم حبيبي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ده انت منورنا والله، منورنا. ربنا يسعدك ويبارك حبيبي لك. حبيبي الغالي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا الاعلام المحترم. اهلا انت وسهلا، انت اكثر احتراما والله، ربنا يكرمك. لم يسعدنا الحظ ان انت تكون معانا في الاستوديو النهارده. ان شاء الله ملحوقه، ان شاء الله باذن الله تنورنا. ملحوقه الايام بيننا. انا بقى نفسي الاستاذ وليد يعللنا صوت المكالمه كده عشان اسمع قصيده في حب رسول الله من فضيله الشيخ اشرف عبد الجواد. ربنا يكرمك ويبارك لك. اولا بحيي حضرتك. الله يكرمك. ومتابعينك ومشاهدينك الكرام. الله يكرمك. بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. أولا قال الله عز وجل، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام. نعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدي يا رسول الله، معذرة، إذا كبا فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر والضاح الأسارير، تدعو إلى الله في يسر وتبشير، على جبينك نور الحق منبلجا، وبين يديك لواء العدل والنور. الله. في هذه الليلة المباركة الشعرية
نلتمس من نفحات الحب في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شدوت بمدح أحمد من فؤادي، الله، فطاب الشعر فيه والغناء، ومهما أطنب المداح فيه فليس يفيه مدح أو ثناء. تهيم نفوسنا في حب طه، وحق لها الهيام كما تشاء. أناجيه أناجيه وقلبي مستهام، وفي نجواه كم يحلو الثناء. اللهم صل على حبيب قلوبنا عليه الصلاة والسلام، حبيب قلوبنا عليه الصلاة والسلام، وضياء عيون عليه الصلاة والسلام، وكم بهر الورى ذاك الضياء. الله حبيبي عليه الصلاة حبيبي يا رسول الله، إني محب والمحب له رجاء. فكن لي يا ابن آمنة شفيعا عليه الصلاة والسلام، وكن عونا إذا انقطع الرجاء. عليه الصلاة والسلام. فأنت ملاذنا في كل خطب، ومنك النور يزهو والسناء. وأنت لنا سراج مستنير، به يجلى عن العين العماء. وأنت لنا على خلق عظيم، ومنك الفضل يرجى والسخاء. بحبك كم شدوت فأنت لحني، وأنت الشدو عندي والحداء. وتنساب المعاني والقوافي كما تنساب في المهج الدماء. ومهما صغت من شعري مديحا فليس يفيه أبيات وضاء. أحبك يا حبيبي أي حب، فشعري كله حاء وباء. هذه قصيدة نعبر بها عن حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أنا وهي ليست من تأليفي بس بالمناسبة. بمناسبة أنا دخلت جوه القصيدة شيخ أشرف، حسيت ربنا سبحانه حضرتك بتؤديها بطريقة جميلة يعني بصراحة. ربنا يمتعنا بصراحة يعني. ربنا يمتعنا يجمعنا إن شاء الله مع حبيبنا وشفيعنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويظلنا تحت ظله إن شاء الله رب العالمين. نعم نعم نعم. في قصائد تانية ولا لا؟ في هو ده الشعر مخصوصا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أشعرنا بالثالثة احتفالا واحتفاء وابتهاجا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. معنا هناخد مقتطفات من قصيدة للشاعرة والأديبة الأستاذة إلهام عفيفي. تمام. وهي من محبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي من محبين، وده العالم كله بيحب سيدنا النبي. نعم 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 نعم. ربنا يرزقنا حبه واتباعه عليه الصلاة والسلام. فالقصيدة بتقول فيها: من فيض نور المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبتقول: يا خير خلق الله أعظم شافع، كيف التنائي عن بحار شفاعة. مدح الحبيب يثير موج مدامعي، أتلوه أورادا وذكرا في فمي. فينير وهج سناه قلب الخاشع، والله ما جاد الزمان بمثله، والله ما جاد الزمان بمثله، يبقى فريدا في مكان أرفع. هو سيد الدنيا
هو سيد الدنيا وكل جمالها، والنعمة الكبرى لذي قلب يعي شوقي، شوقي إلى لقياك أبكى مهجتي، فإذا بوجه النور يجري أدمعي. من سيد الأخلاق غير محمد؟ من سيد الأخلاق غير محمد؟ من صاحب البشرى بيوم مفجع؟ من فارس في الحرب يقتحم اللظى؟ إن صال صال وإن يكر يروعي. يا رفعة جاءت لأحمد آية، تعلو السماء وتعلو كل توقع. في ليلة المعراج جاوزت النهى، وسبحت في نور بأروع أروع، فرأيت نور الله في فيضانه، حتى بكيت له بنهر مدامعي. فأتى إليك الفضل من رحماته، لتكون أعظم ساجد أو راكع. وهفت جميع الأنبياء لنورها، لم تستجب إلا لهذا البارع. يمضي الزمان بليله ونهاره، وتظل وحدك في المقام الأرفع. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما زال حبك كاشفا من يدعي. ما زلت أشكو في هواك صبابة، والشوق يسري في خلايا أضلعي. لهفي على الإيمان بات تجارة، والناس بين تأخر وتسرع. يا سيد الكونين دمعي أنهرا، يا سيد الكونين دمعي أنهرا، في كل يوم يختلي بي مصرعي. يا سيد الكون، يا سيد الرسل الكرام، قضيتي أرض العروبة في أصابعي طامعي. احنا يعني مش قادرين نوقفك عن هذا الكلام الجميل. ربنا يكرمك، اللهم تقبل. فعلا يعني حضرة سيدنا النبي كده، والكلام الجميل. نعم. عن سيدنا النبي. نعم. والحديث. نعم. عن أفضل خلق الله لا ينقطع. نعم. أنا إن شاء الله. نعم. بدو حضرتك إن شاء الله معانا في الاستوديو إن شاء الله قريبا، ومتشكر للمداخلة الجميلة. كان معانا الشيخ أشرف عبد الجواد. أنا في نهاية الحلقة يا جماعة بقول حاجة جميلة قوي حصلت وعجباني. الدول الإسلامية من أول المملكة الأردنية، الكويت، المغرب، السعودية، الجزائر، موريتانيا، اليمن، باكستان، إيران، الشيشان، كل دول أعلنوا احتجاجهم الرسمي على الإساءة لرسول الله. وقبل ما أختم أقول لكم على حاجة جميلة ظريفة عجبتني قوي في الشيشان، اللي هيتولد في المولد النبوي هياخد 100,000 روبية. الشيشان أعلنت اللي هيتولد في المولد النبوي وأهله يسموه محمد أو علي أو أي اسم من أسماء آل البيت، دولة الشيشان هتمنحه 100,000 روبية. ده إكراما لأنه هو اتولد في مولد الحبيب المصطفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش كلام بعد كلام إن إحنا نتكلم عن سيدنا النبي وعن حضرة سيدنا النبي. كنت معاكم ومتشكر ليكم، ويا رب أكون أسعدتكم، ويا رب يتقبل مني هذه الحلقة وتلقى قبولا عند الله، وتكون شفاعة لنا عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله.